في واحد كان بيعمل حيلة بسيطة جدا وذكية جدا، بسببها ما كانش بيحاسب على أي مشروب بيشربه، على أي كافيه كان بيقعد عليه في أي مكان في العالم. الحيلة ببساطة شديدة جدا عبارة عن لعبة كده بسيطة مكونة من 5 أسئلة. هو بيقعد مع أي حد قاعد لوحده كده زهقان وقرفان، بيدردش معاه شوية، اسمك ايه ومش عارف ايه والأخ منين وأجدع ناس والكلمتين دول. بيقول له بص بقى يا معلم، احنا نلعب لعبة ايه صغيرة كده، لو أنا كسبتك فيها أنت تحاسب على المشاريب، لو أنت كسبتني انا هحاسب على المشاريب. فايه اللعبه دي يا معلم؟ اللعبه ان انا هسالك 5 اسئله وانت ترد عليا باجابات تكون كدب، لو عرفت تكدب في ال5 اسئله يبقى انت كده اللي كسبت وانا هحاسب لك على مشاريبك، ولو انا قفشتك بتكدب في واحده منهم يبقى انا كده اللي كسبت وانت اللي هتحاسب على المشاريب. فطبعا الزبون ايه يقول لك بس يا معلم دي لعبه سهله جدا، هيسالني اي سؤال اقوم جايب اي اجابه تانية ويلبس هو المشاريب يا معلم. بس فيقعد معايا يسأل يقول له انت اسمك ايه مثلا، يقول له انا اسمي حسن، يقول له عائشة الاسامة ابو علي، طولك قد ايه، فيقول له 5 متر مثلا، طبعا واضحه انها كدب يعني ما فيهاش كلام يعني، فيقول له طب انت منين يا ابو علي، يقول له انا من فرنسا مثلا. طبعا الراجل شغال زي الفل وهو عمال ايه قرب يكسب، يقول له اجدع ناس انا نفسي ازور باريس والله، بس نعمل ايه وما نايل المطالب بالتمني، يا عم يقعد بقى ايه يلف ويدور ويعمل. بعدين يقول له ايه نرجع بقى لعبتنا تاني، احنا كده عملنا كام سؤال، فيقول له 3، يقول له طب حاسب لي بقى على القهوه. ليه؟ لان هو مركزش في الحته دي ان ده سؤال المفروض يكذب عليه. طبعا ممكن بقى يبقى عمك حسن ده اذكى من كده شويه، فيقول له لا مش عليا يا عم العب غيرها بنظره ثقه كده، فيكذب عادي يقول له احنا كده سالنا 10 اسئله مش عليا العب غيرها، ويبص له كده بنظره ثقه وبتريقه وبتاع. فالتاني بقى ايه بالراحه كده يقول له يا ابن اللذينة لا انت برنس برنس قوي بقى، قليل قوي اللي بيقفشنا على فكره في الحته دي، بس انت على فكره شكلك لعبتها قبل كده. تاني يقول له لا والله دي اول مره العبها، يقول له طب حاسب لي بقى على القهوه. المهم بقى احنا بنقول القصه دي ليه؟ مش عشان نحاسب على المشاريب، القصه دي بقى عايزين نتعلم منها شويه حاجات هتنفعك قوي في حياتك، عباره عن حيل نفسيه علماء خلاصه علماء النفس كانوا يعني درسوها واتكلموا فيها. بيقول لك ان الناس عاده بتبقى مياله اكتر انها تصحح اخطاء اللي قدامها عشان تبان قدام نفسها وقدام الناس ان هم اكثر علما وثقافه. ولو عايز تتاكد من نفسك من المعلومه دي خش مثلا على اي جروب كبير على الفيسبوك ولا حاجه واسال مثلا عن صحه معلومه انت عايز تتاكد من صحتها، قول يا جماعه هو الصح يبقى كذا ولا كذا، هتلاقي في ناس بترد وكل حاجه. لكن لما تدخل تكتب نفس المعلومه دي وكانها صحيحه وتكتب يكون المعلومه فيها حاجه غلط وانت متعمد ان يكون فيها غلط، بس تكتبها باعتبار انها صحيحه مش تكتب باعتبار انك بتسال وتستفسر، هتبص تلاقي كميه الناس اللي داخله تصحح لك غلطتك كتير جدا. وده مش عشان تصحيح المعلومه في حد ذاته والا كانوا اكتفوا باول تعليق صحيح وخلاص، انما كل واحد عايز يظهر في التعليقات ان هو فاهم ومتخصص اكتر منك واكتر من اي حد تاني في المجال ده. التريك التانيه اللي لازم تعرفها ان الناس بتحب تخير لا تؤمر، ما تديش لحد امر صريح كده، انما ممكن تخيره ما بين خيارين واحد فيهم يبقى الامر اللي انت عايزه ويكون افضل اختيار من الاختيار التاني. ده بيخلي فرصة ان اللي قدامك يعمل الحاجة اللي انت عايزها وعن رضا نفس اعلى بكتير جدا من لو انت اديت له امر. يعني مثلا تلاقي الاطفال عادة ما بيحبوش اللبن، ليه بقى؟ لان هم بيجبروا عليه. احنا الجيل اللي قبلينا دايما واحنا صغيرين كان عندهم كده في مفهومهم انك تمسك الطفل كده من قفاه وتمسك بقى كوباية اللبن وتديها له كأنها حقن في العضل كده، فتلاقي الطفل لا اراديا بيكره اللبن. مثلا لما تحب تحبب ابنك في اللبن ما تجريش وراه كده وتديله اللبن بالعافيه، انما تخيره مثلا تحب تشرب اللبن في انهي مج، في المج اللي عليه رسمه ميكي ماوس ولا المج اللي عليه مش عارف رسمه فراوله، بيقول لك ميكي ماوس، فانت لازم تخيره، هو في الاخر هيشرب لبن وانت مش فارق الاختيار معاك. لو انت مثلا عايزه ينام الساعه 10 فتقول له انت هتخش تنام بدري الساعه 8 ولا هتسهر للساعه 10، فهو طبعا بيبقى ميال للسهر اكتر، فيقول لك لا انا هنام الساعه 10، ويعند بقى معاك ويبقى مش عايز يدخل ينام الساعه 8 عندا فيك، بس في الاخر عمل ايه؟ دخل نام الساعه 10 وعمل اللي انت عايزه. فدايما خليك ذكي وانت بتحاول تطلب من الناس حاجه اطلبها على هيئه تخيير، انت بتخيره ما بين حاجتين افضلهم اللي انت عايزه. لو واحده مثلا عايزه تخرج مع جوزها، وانت عارفين بقى الرجاله يقول لك والله انا جاي من الشغل تعبان، اصل مفيش فلوس، اصل الحيل مهدود، اصل الدنيا. فانت لو عايزه بقى تخرجي مع جوزك بطريقه ذكيه ممكن تخيريه ما بين مثلا ان احنا نروح نقعد في الجنينه الفلانيه مثلا ولا نروح نعمل شوبينج. انت بالطريقه دي عملتي حاجتين، اول حاجه انك خليتي ايده
هي الايد العالية، هو المسيطر وهو اللي هيحدد القرار، مش تابع ليك في قرار انت اخدتيه اوريدي وخلاص وقررت ان انت هتروحي والمكان الفلاني تحديدا. الحاجة التانية اللي عملتيها انك خيرتيه ما بين حاجتين الافضل بالنسبة له هو الحاجة اللي انت عايزاها، فخليتي ان تفكيره يتخطى مرحلة انه يقبل ولا يرفض، وبقى بيفكر في انه يختار الاختيار الاولاني ولا الاختيار التاني. فبدل ما كان بيفكر في الرفض او القبول بقى بيفكر في الاختيارات نفسها، وفي الحالتين مصلحة ليك. يعني لو مختارش حتى اللي انت عاوزاه واختار التانية برضو مصلحة ليك. التريكة التالتة اللي تقدر تكون مقنع بيها للي قدامك انه يقبل طلب معين، ان الناس بتبقى ميالة لتقبل طلب يكون بسيط بعد ما يتعرض عليها طلب صعب عليها. يعني انت مثلا لو محتاج حاجة ممكن تطلب حاجة تكون صعبة شوية، فاللي قدامك يبقى متردد ومش ميال قوي ان هو يقبلها، فبعد تردد ويقول لك لا يا عم، فتيجي انت بعدها بقى تقوم طالب الطلب اللي انت عايزه. فالطلب اللي انت عايزه بالنسبة له يعني اسهل شوية او اسهل بكتير من الطلب الاولاني، فبتلاقيه ميال اكتر ان هو يقبله من لو انت كنت طلبت منه الطلب ده مباشرة. والتكنيك ده بالذات الستات بيبقوا شاطرين فيه شوية. ليه بقى؟ تلاقيهم مثلا لما بيدخلوا يفصلوا الراجل مثلا بيبقى عارض القميص مثلا ب100 جنيه، تقوم داخله تقول له ب20، فالراجل يتخض ب20 يعني انا بقول لك ب100 تقول لي 20، تقوم سايباه وماشي يقول لها طب تعالى يا حاج الكلام اخد وعطى ومش عارف هنا لقينا توصله ل50. فهي عملت ايه؟ اول حاجه راحت جايه ايه ضربه الرقم اللي خلت الراجل طبعا هيرفض، بس لما قالت بعد كده الرقم اللي اعلى 30 في 40 فهو يقول 70 فتوصلها ل40 فيوصله للنص تشترك ب50، هو بالنسبة له كده مبسوط. بعكس الراجل بقى لما يخش يقول له ب50، فالتاني يقول له يا عم دي مش جايبة حقها وبتاع، طب خليها 80، فمن هنا لهنا يوصلوا ل70. فده تكنيك فيسيولوجي، يعني دي حاجة علمية الستات بيعملوها من غير ما يقصدوا وهم بيفصلوا. من الحاجات اللي بتخليك تقدر تقنع اللي قدامك بسهولة انه يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها هي ان الحاجة تكون مصحوبة بمدح. وانا مش اقصد طبعا التطبيل والحاجات دي، انما اقصد ان بيبقى في شياكة كده في الكلام. يعني مثلا لما تيجي تطلب حاجة من حد تطلبها منه باعتباره انه افضل حد هيعمل لك الحاجة دي، او انه اكتر حد فاهم فيها، او انه اجدع حد بص مش هيتأخر، فبيبقى من جواه بيبقى عايز فعلا ان المديح اللي انت بتقوله ده يثبته فعلا ان هو فعلا اجدع واحد او اكتر واحد عارف او اكتر واحد فاهم. بيبقى من جواه بيبقى عايز الناس كلها مش انت بس، الناس كلها تعرف ان انت فعلا اجدع واحد، فبيبقى عايز تلاقي الرد فوري. والحاجه دي بقى بتاثر بالذات لما بتطلب على الملأ. يعني لما بتيجي لحد مثلا تقول له بص يا معلم بقى هو انت اللي هتعرف تعمل الحاجه دي، فبيبقى من جواه عايز يثبت للناس كلها ان انت فعلا اللي تعرف تعمل الحاجه دي، فبيبقى تاثيرها اكتر بكتير لما بتتقال على الملأ. فمثلا لو انت في جروب بتاع مشروع ولا حاجه ما تروحش لحد تقول له بص يا معلم بقى انت يعني تقيل كده وحركته وبتحب القعده وبتاع، فخد اكتب بقى انت البحث ده على الكيبورد واحنا كل واحد فينا هيشوف حاجه تانية. غالبا مش هيبقى ميال ان هو يعمل لك ده. ان انت ممكن تقول له بص بقى انت اسرع واحد فينا بتكتب على الكيبورد، يعني الواحد الصراحه نفسه يتعلم منك. فتبص تلاقي ايه عايز يثبت للناس كلها ان هو فعلا ما حصلش في الكتابه على الكيبورد، فبيتقبل الموضوع افضل من ان انت لما تقوله له مع نقد او تقوله له بسبب ان انت اديت له الشغلانه دي لانه ما يستاهلش غيرها. لا، انت بتدي له الشغلانه دي لانه احسن واحد يقدر يعملها. وممكن كمان المديح ده يبقى مصحوب بتاثير عاطفي شويه. يعني مثلا ايه لما تكون يعني انت محتاجه في خدمه او محتاج منه ان هو اللي بيعمله لك ده معروف فيك او حاجه، فانت بتصح الناحيه العاطفيه اللي جواه مش الناحيه العقليه، لان العقل ممكن يرفض يقول لك لا انا ممكن استغل الوقت ده في حاجه تانية تكون افيد، مش انما القلب دايما عبيط. يعني دايما لما تخاطب حد في حاجه تبقى عايز تقنعه اكتر حاول تخاطب قلبه، لان القلب عبيط العقل واعي شويه ممكن ايه يقفشك، فانت حاول دايما تلمس الناحيه العاطفيه اللي جوه قلبه. من الحاجات الجميله جدا والشيك وانت بتتكلم مع حد انك تستخدم حرف الواو بدل من كلمه لكن. يعني مثلا بدل ما تقول انت فعلا انجزت حاجات حلوه بس قدامك لسه حاجات كتير محتاجه تتعمل، غير بقى لما تقول له انت فعلا انجزت حاجات حلوه وقدامك لسه حاجات اكتر تقدر تعملها. انت حسسته او اديت له القبول النفسي اللي جواه اللي خليته يتقبل ويتحفز ان هو فعلا يثبت انه انجز حاجات حلوه وانه لسه هينجز اكتر بكتير.
لما تكون داخل في نقاش مع حد وحابب تتجنب فكرة الاعتراض الكتير، وكل ما تيجي تقول رأي فهو يعترض، هل دايما تحسسه ان الرأي ده نابع منه هو، ان ده رأيه هو، وانك يا دوبك بس بتكمل عليه او حاجة؟ يعني انت ممكن مثلا تستخدم مصطلحات زي ان هو اوريدي عارف ده، يعني تقول له مثلا انت اكيد انت عارف الموضوع الفلاني، او مثلا تحسسه ان انت متعلم حاجات منه، او ان هو يعني سيدي العارفين في الحاجة دي، فانت يا دوبك بس ايه بتقول رأي. فده هتخلي لو انت مثلا بتتكلم مع الشخص ده وفي وسط ناس وكده، فانت يهمك قوي ان الشخص ده ما يقعدش كل شويه يعترض على كلامك ويطلعك حمار قدامهم، لكن يهمك انه يكون مؤيد ليك، مؤيد لرأيك وكلامك. وده هيحصل لما يكون الرأي ده اساسا هو جزء من رأيه، وان انت بس ايه بتتمم على رأيه. فانت موتت من جواه الكبرياء اللي بيخليه يبان انه جاهل قدامك، فبيبقى عايز يرد وعايز يطلعك حمار عشان انت طلعته ان انت قلت معلومه ان محدش فاهمها غيرك. لكن بالعكس لما تطلع ان هو سيد العارفين، فده بيموت من جواه الكبرياء اللي بيبقى عايز ان هو يرد بالعافيه. في قاعده بسيطه كده، هي مش قاعده في علم النفس قد ما هي قاعده في الاداره، ورغم بساطتها انها بتوجدي في حاجات كتير، هي قاعده الخمس ثواني. عد كده من خمسه لواحد، عد تنازلي، غمض عينيك، ابدا توكل على الله، اعمل الحاجه اللي انت عايزها. يعني ببساطة من الآخر، ما تقعدش تفكر كتير وتخطط كتير وتدرس كتير لا، يعني دايما خد الخطوة الأولى. ده مش معناه انك ما تدرس وما تفكرش وما تخططش، بس حاول دايما تخلي في خطوة تبقى اوريدي اتاخدت، وبعد كده انت بتفكر في الخطوة اللي بعدها. لكن ما تقعدش وقت طويل جدا 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 بتخطط وتفكر وتعمل، ويجي بقى ساعة التنفيذ تحس ان الوقت خلاص فات، وانك كبرت، وانك ما العظمه كبرت بقى، وانك ما او اتزنقت، او اتجوزت بقى وخلفت، او المهم بقت الحياه بقى فيها زنقه ومواويل ومسؤوليات. لا، انت خد دايما الخطوه الاولى، يعني فكر في حاجه، خد الخطوه الاولى، ابدا ادرس. لو حاجه بسيطه عد من واحد لخمسه او من خمسه لواحد وخش فيها على طول. لو حاجه كبيره شويه فانت يعني مش هتعد بقى خمس ثواني، بس هتاخد اول خطوه في اسرع وقت ممكن. في حيل وتجارب نفسيه كتير جدا 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 هحاول الخصها لكم واشرحها لكم على فترات، لكن خليك دايما فاكر ان اسهل طريقه للتاثير على الناس هي اللعب على وتر العاطفه مش المنطق. اشتغل دايما على قلبه مش على عقله، بس ما تخليش اللي قدامك يشتغل على قلبك. خلي دايما عقلك هو اللي شغال، وهو اللي بيفكر في الاجابات، وهو اللي بيدي دايما القرار. يعني مش معنى ذلك انك هتلغي عقله طبعا، لا، انت هتحترم عقليته وكل حاجه، ولكن لازم يكون في تاثير عاطفي، لازم تلمس قلبه، لازم تخاطب مشاعره مش عقله. لو انت عندك حيله نفسيه او تجربه حياتيه او معلومه ممكن الناس تستفيد بيها، او تريك انت عملتها في حياتك او كده، اكتبها في التعليق وخلي الناس كلها تتعلم وتستفيد منك، وانا كمان هقرا التعليقات وهتعلم منكم كلكم. والسلام عليكم ورحمة الله.